مساء الخير. عمان ونصف مرة على توقيع اتفاق درعا برعاية الاحتلال الروسي، إلا أنه خلال هذه المدة اعتقل نظام أسد قرابة 1500 مدني، جميعهم ممن وقعوا على اتفاق التسوية معه، انتهاك واضح لاتفاق درعا. عمان ونصف ومن تبقى من أهالي درعا مسجونون في بيوتهم رهن الإقامة الجبرية بسبب مواصلة نظام أسد لسياسة الاعتقال الممنهج، ولذلك السبب يحجم الكثير من أبناء المحافظة عن مراجعة الدوائر الحكومية التابعة لنظام أسد أو السفر خارج المحافظة، بينما يقوم الكثيرون أيضاً بالالتحاق بالتجنيد الإجباري أو التطوع بميليشيات أسد بهدف التخلص من خطر الاعتقال، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، إذ تقتاد مخابرات أسد العشرات منهم إلى أقبية التعذيب لديها لترجعهم جثثا هامدة إلى ذويهم وسط صمت روسي عن هذه الجرائم التي يرتكبها بشار وإسلامه. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن الأعداد الدقيقة للمعتقلين منذ توقيع اتفاق التسوية في درعا وعن كيفية توثيقهم، وما أسباب عدم التزام النظام باتفاق التسوية في درعا الذي ينص على منع ملاحقة الموقعين عليه، وأين الاحتلال الروسي الذي يدعي أنه ضامن في هذا الاتفاق، أم أنه موافق بشكل ضمني على هذه الاعتقالات؟ ولماذا يتقصد النظام قتل من أجروا تسويات معه أو بأحسن الأحوال تغييبهم في المعتقلات؟ وأيضاً أين دور الأمم المتحدة والداعمون لخيار بقاء بشار في مرحلة انتقالية مما يجري في درعا وفي مناطق التسويات؟ وماذا سيفعل بشار بالسوريين المعارضين له واللاجئين بعد إعادة شرعنته إن تمت؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا، أهلاً بكم. يقوم نظام أسد باعتقال الشبان ممن أجروا تسويات معه في درعا، المزيد في التقرير ونعود للنقاش. 1432 هو رقم موثق لأعداد المعتقلين من قبل نظام أسد في محافظة درعا منذ شهر آب 2018 وحتى نهاية عام 2020. للوهلة الأولى يمكن أن ترى المؤسسات الحقوقية ودول العالم هذا الرقم مقبولاً بالمقارنة مع النهج الدموي لبشار أسد وقمعه للشعب السوري، ولكن هذا الرقم هو حصيلة المعتقلين ممن أجروا تسويات مع نظام أسد بعد سيطرته على المحافظة. هذه الاعتقالات تجري تحت عين الاحتلال الروسي الذي رعى الاتفاق وصدر نفسه ضامنا ولجاما لوحشية نظام أسد الذي قتل من هؤلاء المعتقلين 77 إنسانا بينهم 29 منشقا موقعين على اتفاق التسوية، وسط ترجيحات أن تكون الأرقام أكثر من ذلك لأن العديد من العائلات ترفض توثيق مقتل أو اعتقال أبنائها، كما أوضح التقرير السنوي الصادر عن تجمع أحرار حوران. حالياً العديد من أبناء مدينة درعا يخافون السفر خارج المحافظة أو مراجعة دوائر نظام أسد المدنية وحتى الجامعات خوفاً من الاعتقال، بالرغم من توقيعهم أوراق التسوية، خاصة المنشقين عن ميليشيات أسد، إذ يعاقب المنشق بالإعدام أو الاعتقال المؤبد مع الأشغال الشاقة، كما ينص قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950. فلماذا يتعمد نظام أسد اعتقال من أجروا تسويات معه؟ وما أسباب غض الطرف من قبل روسيا عن ممارسات أسد ومخابراته؟ حول ما يجري في درعا ينضم إلينا الناطق باسم تجمع أحرار حوران معنا من عمان أيمن أبو محمود، كما ينضم إلينا أيضا من اسطنبول الصحفي ياسر الرحيل والمحلل العسكري والاستراتيجي من عمان العقيد إسماعيل أيوب. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك أيمن، ما هي أعداد المعتقلين ممن وقعوا على أوراق التسوية مع نظام أسد؟ نعم أحلام، السلام عليكم، حياكم الله، تحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. في الحقيقة منذ سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا منذ تموز 2018 وحتى اليوم وثقنا في تجمع أحرار حوران في مكتب توثيق الانتهاكات
المعتقلين الموثقين رسميا لدى المكتب 1432 معتقل، لكن المكتب حقيقة يرجح أن الأعداد تصل إلى 1000 إلى 2000 معتقل منذ سيطرة النظام على محافظة درعا. هذا الرقم في الحقيقة يعني، وكثير من الأعداد هي التي لا تفصح ذوي هؤلاء المعتقلون، لا يفصحون عن أبنائهم تخوفا عليهم وتخوفا على أبنائهم في المعتقلات وفي سجن صيدنايا وباقي السجون ومراكز الاحتجاز. في الحقيقة هذه الأعداد التي يعني وثقت لدى المكتب عن طريق المراسلين وعن طريق المصادر المطلعة في محافظة درعا، قتل واستشهد في الحقيقة منهم 77 شخص من هؤلاء المعتقلون في سجون النظام، من بينهم 29 من المنشقين الذين سلموا أنفسهم لنظام الأسد. من المعروف أن قرابة 300 من أبناء المحافظة سلموا أنفسهم لدى نظام الأسد بعد إصداره مراسيم عفو عن هؤلاء المنشقون، لكن بعد تسليمهم تم الزج بأعداد كبيرة منهم باتجاه بعد تسليم أنفسهم للشرطة العسكرية في القابون، تم الزج بهم إلى السجون العسكرية كسجن صيدنايا، وهناك يعني استشهد العديد منهم. بعض هؤلاء يتم تسليمهم، وثقنا أيضا في تجمع أحرار حوران أن النظام قد يعني سلم. نعم نعم تفضل أكمل. نعم النظام سلم 12 جثة من هؤلاء الشهداء إلى ذويهم في محافظة درعا. يندر ما يتم تسليم الجثث إلى ذويهم في المحافظة، لكن في المحصلة يتم يعني عن طريق دوائر النفوس في المحافظة إبلاغ يعني ذوي هؤلاء المعتقلون وهؤلاء الشهداء. ما هي حجج الاعتقال أيمن؟ يعني الاعتقالات هي اعتقالات تعسفية عن طريق الحواجز وعن طريق القطع العسكرية يعني للذين انضموا إلى جيش الأسد، وعن طريق الحواجز وعن طريق المداهمات. الجميع يحملون بطاقات تسوية، لا يعني ليست هناك أي حجج في الحقيقة، إلا أن النظام يود الانتقام من أبناء المحافظة، ما يدفع الكثير الآلاف. نتحدث عن أكثر من 2000 من أبناء محافظة درعا غادروها عن طريق طرق التهريب، تخوفا من عمليات الاعتقال وعمليات الاغتيال الأخرى التي تتم في المحافظة. سيادة العقيد، هل أصبحت درعا يعني مدينة للإقامة الجبرية أمام ما يجري من اعتقالات تعسفية بحق ممن وقعوا أو بحق من وقع هذه التسوية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك أختي أحلام ولضيوفك الكرام السادة المشاهدين. يعني حقيقة وصف في مكانه، بأن درعا هي سجن كبير أصبحت لمعظم أهالي حوران، وخاصة كما ذكر تقريركم وكما ذكر الزميل أن هناك آلاف الذين اعتقلهم النظام، ومئات من الذين يعني أخبر ذويهم بأنهم قتلوا أو تم تسليم محتوياتهم مثل هوياتهم الشخصية أو أغراضهم الشخصية، وهناك على رأسهم يعني ضباط كبار مثل العميد موسى الزعبي، العميد طيار موسى الزعبي، والعقيد طيار خالد عزيزي، والعقيد طيار محمد نقاوة، والعقيد طيار أيسر خطبة، وأيضا هناك ضباط كثر تمت مصالحة ووثقوا بهذا النظام وبالروس، وبالتالي سلموا أنفسهم في اتفاقيات المصالحة. لكن ما أود أن أقوله أن هذا النظام يعني لا يعير سماعا للعهود والمواثيق، وينكرها دائما، وخاصة بحجة أن هؤلاء خانوا الدولة. وعندما يعني تمت المصالحة أو تمت السيطرة على درعا في تموز 2018 وحتى الآن، تم تصفية العديد منهم ضباط أو عسكريين أو منشقين وكل من حمل السلاح ضد هذا النظام. لماذا الروس يعني كانوا ضامنين ولم يفعلوا شيء؟ يعني حقيقة الروس أعطوا ضمانات لأمريكا وإسرائيل ولدول الجوار مثل المملكة العربية الهاشمية بأن تكون هذه البقعة الجغرافية هادئة من الناحية العسكرية، لكن الشرطة العسكرية الروسية لا تستطيع السيطرة على كل أجهزة النظام الأمنية وخاصة المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية بقيادة لؤي العلي وغيرهم، وبالتالي يتم اصطياد هؤلاء شيئا فشيئا. النظام كما قلنا سابقا غير مستعجل على كل من حمل السلاح ضد ما يسمى الدولة، على كل الثوار الذين صالحوا. الذين يعني يفلتون من عقاب أسد هم الذين انضموا إلى تشكيل الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة،
وبالتالي ربما تأجل حسابهم إلى فترة قادمة. لكن ما ذكره التقرير صحيح 100%، حوران كلها سجون. أن أبدأت الآن عملية تشبيحية جديدة في حوران ربما لم يتطرق تقريركم إليها، وهي تهريب هؤلاء إلى الشمال السوري. أنا أعلم أن هناك كثير من الشبان غادروا. تهريب من قبل من؟ يعني هل هذا التهريب إلى الشمال السوري برعاية أيضا ميليشيا أسد؟ برعاية ضباط مخابرات من النظام، يتم أخذ على كل شخص $5,000، ومنهم من يتم تصفيتهم على الطريق، ومنهم من يعني يكون حظه سعيد ويصل إلى بر الأمان في إدلب أو في شمال حلب. وبالتالي يعني الآن أصبحت هذه عملية تشبيحية جديدة، وهذا يعني يجعل. سأعود إلى هذه النقطة التشبيحية الجديدة سيادة العقيد لنستفيض فيها، ولكن يعني حضرتك ذكرت روسيا، وأنتقل بهذه النقطة للأستاذ ياسر. اليوم روسيا هل فعلا كما ذكر العقيد هي غير قادرة على ضبط الأفرع الأمنية في درعا، أم أنها يعني موافقة ضمنيا على ما يجري؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا ولضيوفك الكرام. للأسف يعني نحن بنعلم يعني وحضرتك وجميع المشاهدين بيعلموا أنه روسيا وإيران والنظام السوري دائما ما يتفقون على مأساة السوريين وقتلهم وتهجيرهم، وهذا ما شاهدناه إن كان في المحافظة بشكل خاص وعموم سوريا. روسيا بكل تأكيد يعني تعلم بشكل كبير، واستخباراتها يعني هي من واحدة من أعظم الدول في العالم، تعلم بشكل كبير ومسبق ما يحدث في المحافظة من فلتان أمني وغيره. ربما هي موافقة ضمنيا على بعض حالات الاغتيال التي طالت أسماء إن كانوا قائدة سابقين في الثورة السورية. روسيا دائما من خلال إعلامها وماكينتها العسكرية تريد أن تؤد الثورة السورية، فما بالك نحن اليوم نتكلم عن مهد الثورة السورية. فمن الطبيعي هي موافقة على إن كان تصفية القادة السابقين أو عناصر التسوية أو اعتقالهم أو تهجيرهم بالطريقة الجديدة التي مقابل مالي وإرسالهم باتجاه الشمال. أيضا إيران، يجب الإشارة أن إيران أيضا وميليشيات إيران والمشروع الإيراني في المنطقة يعني يصفي ويقتل كل من يقف في طريقه. رأينا أن الأهالي في الفترة الماضية وأيضا قادة الفصائل السابقين وحتى اللجنة المركزية، رأينا هناك مظاهرات طالبت بخروج إيران، كون هذا الشيء يشير إلى أن وعي وإدراك كامل من قبل أهالي المحافظة والقادة السابقين أن المشروع الإيراني هو أخطر مشروع في الجنوب السوري الحالي. أيضا رأينا هناك تصفيات لقادة يعني كانوا سابقين يقفون في طريق المشروع الإيراني. هناك أيضا واعتقالات طبعا. هناك أيضا سيناريو آخر يستخدمه النظام لاعتقال الأهالي، وهو عن طريق ويعني هذا منذ عام 2018 وحتى اللحظة في بعض الأحيان، وهو سيناريو القضية الجنائية، يعني يزود النظام أتباعه من أبناء المحافظة للأسف بتقارير. هذه التقارير يقوم هذا الشخص المدني الموالي للنظام برفع قضية على أحد الثوار السابقين من أجل معاقبته واعتقاله، وهناك عشرات من هذه الحالات أيضا حدثت في المحافظة، وتم سوق الثورين السابقين على أساس أنها قضية جنائية ليتفاجأ أهاليهم أنهم في أحد الفروع الأمنية إن كانت العسكرية أو السياسية أو أمن الدولة. هذه جميعا يعني تشير إلى أن النظام بالمحصلة، نتكلم الآن عن النظام، يريد أن يعاقب المحافظة، يريد أن يزيد من القبضة الأمنية كونه غير راضي مطلقا عن اتفاق 2018. اتفاق 2018 سمح لبعض المدن والثوار السابقين بالتحرك، سمح للأهالي بالخروج بمظاهرات كون قوات النظام لا تدخل المحافظة يعني. والآن مع اقتراب انتخابات المزعومة من قبل النظام، يريد النظام أن يستبق الحدث، ورأينا هذا الشيء في طفس بالذات، يريد أن يعتقل وأن يفتش وأن يلغي السلاح بشكل كامل منعا من ظهور أي خروج أي مظاهرة ضد النظام وضد انتخاباته. بالنسبة لطفس بالذات هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها. طفس كانت يعني تعتبر واحدة من أقوى النقاط
التي يقوم فيها الحراك الشعبي في المحافظة، دعشنتها الفرقة الرابعة من أجل فرض مزيد من السيطرة. وأيضا يعني معروف أن الفرقة الرابعة هي موالية لإيران، طفس والثوار والأهالي في طفس كانوا في طريق المشروع الإيراني، لذلك ارتأت أو وجدت الفرقة الرابعة دعشنة المدينة بشكل كامل هو الحل الأنسب من أجل دخول هذه المدينة واعتقال من اعتقلت وقتل من قتلت وتهجير من تريد أن تهجر. هذه دائما هي السيناريوهات منذ عام 2018 تقريبا، منذ دخول قوات النظام وميليشيات إيران وحتى الميليشيات الموالية لروسيا مدينة الصنمين بعد الاتفاق، شهدنا هذا السيناريو يتكرر مرارا في جميع المدن وبالأخص الريف الغربي الذي هو يعني يعتبر المشروع الإيراني الأخطر بالنسبة للمحافظة. ويعني للأسف يعني روسيا يعني تغض الطرف عن هذا المشروع كونها هي الضامن في المنطقة أو تدعي أنها الضامن، لكن رأينا أنها تغض الطرف بشكل كبير، على العكس تماما سامحت للفرقة الرابعة بالتوسع ونشر حواجز، والآن تعتبر الضاحية ضاحية درعا، ثكنة عسكرية للفرقة الرابعة الموالية لإيران. ويعني هذا الشيء يعلمه الروس جيدا، لكن دون أي ردة فعل، كون الحديث عن روسيا وعن ردة فعلها يعني روسيا هي نفسها التي قصفت سابقا درعا وقصفت مناطق أخرى سورية، يعني كما يعلم جميع السوريين ويعلم العالم. أيمن، تحدث ياسر عن رفع قضايا من قبل الموالين ضد عناصر سابقين في الجيش الحر ممن وقعوا هذه التسويات لزجهم في المعتقلات لأسباب واهية كما نعلم جميعا. ما هي آلية توثيق ما يجري اليوم في درعا في ظل انتشار هذه الميليشيات الإيرانية والروسية والتابعة للفرقة الرابعة وما إلى ذلك؟ نعم، يعني بلا شك أن الريف الغربي بات يعني في الحقيقة تحت قبضة غياث دلة، ونحن هنا غياث دلة قائد ميليشيات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، من المعروف أنها كما تحدث الأستاذ ياسر أنها موالية لإيران تماما، وهو أحد أذرع في الحقيقة أحد أذرع إيران في المنطقة. تحاول الفرقة الرابعة من سيطرتها على منطقة حوض اليرموك، وأيضا أبناء المحافظة باتوا يعلمون أن الفرقة الرابعة وتنظيم داعش هم من يقومون بعمليات الاغتيال ضد العناصر والثوار السابقين في المحافظة الذين أجروا التسويات والذين يريد النظام التخلص منهم عبر هذه الاغتيالات، وبالأخير إلصاق تهم داعش في المناطق بغية تهجير المعارضين والثوار في هذه المناطق والذين يقفون عقبة في وجه تمدد الميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة. نعم. بالنسبة لي يعني بما يخص حتى يعني أن الاتفاق الأخير في طفس كان النظام يدعي أنه سيتم الإفراج عن أعداد من المعتقلين، هذا الأمر لم يتم حتى الآن. ما تم ما يعني مسرحية الإفراج عن 62 معتقل قبل عدة أيام من صالة مدينة درعا، هذا الإفراج لم يتم بالتنسيق مع لجنة درعا المركزية، وأود التنويه هنا أن جميع هؤلاء المعتقلين الذين عددهم 62 هم جميعهم اعتقلوا من بعد توقيعهم اتفاقية التسوية، وجميعهم أيضا أنهوا فترة محكوميتهم يعني منذ عدة أسابيع، وأيضا أعداد كبيرة وثقنا دفع أهاليهم لمبالغ مالية طائلة لمحامين وضباط في النظام مقابل تلقيهم وعود بالإفراج عنهم. قام النظام بمسرحية جمع هؤلاء المعتقلون أو المعتقلين في صالة مدينة درعا وأفرج عنهم دفعة واحدة ليظهر هذا الأمر أمام الموالين أنها مكرمة من النظام. لكن النظام لا يكشف عن المعتقلين المغيبين منذ العام 2011 في سجونه والذين يبلغ عددهم، نحن وثقنا في تجمع أحرار حوران 4000 معتقل من قبل توقيع اتفاقية التسوية، لا يتم الكشف عن هؤلاء المعتقلون. هنا يتساءل أبناء المحافظة، تساءل أحد وجهاء مدينة طفس أمام الوفد الروسي وأمام النظام، يعني كيف لأبناء المحافظة أن يعني يسكتون عن أبنائهم المعتقلين منذ سنوات وأنتم لا تكشفون عنهم؟ الروس يدعون يعني عبر فندق الوايت روز في مدينة درعا أنهم يتلقون يعني من قبل الأهالي يعني
الأسماء من يريد أن يعني يستفسر عن أي معتقل لديه في سجون النظام أن يتقدم لتعبئة نموذج واستمارة، لا يتم الكشف، لا يتم الكشف عن هؤلاء المعتقلون في الحقيقة، ولا يقدم الروس. الأعداد التي ذكرتها مسبقا والتي ذكرت في تقريركم هي تكشف زيف الادعاءات الروسية بأنها ضامنة لاتفاق التسوية، هي ليست بطاقة تسوية، أبناء المحافظة يعتبرونها بطاقة تصفية، والروس في الحقيقة هم موافقون ضمنيا ومشاركون يعني مع نظام الأسد، وإيران حقيقة هي ليست موجودة في محافظة درعا إلا بموافقة الروس في الحقيقة، والروس راضون عن تواجد إيران في المنطقة. سيادة العقيد، يعني لا يسعنا أن نتحدث عن درعا دون أن نفكر بجارتها السويداء، والتي يعني نوعا ما هي بوضع خاص، واستطاعت المحافظة على هذا الوضع الخاص، استطاعت منع أبنائها من القتال على جبهات ميليشيا أسد خارج السويداء وما إلى ذلك. لماذا لم تستطع درعا أن تحظى بنموذج مقارب لنموذج السويداء وهي جارتها؟ الوضع في السويداء أختي أحلام مختلف. في السويداء هناك مرجعية دينية تتمتع بحيثية معينة، الأخوة في السويداء يعني معروف أنهم من الأقليات التي تقطن جنوب سوريا، والنظام هو يدعي أنه يعني ضامن لهذه الأقليات والحرية هذه الأقليات، لكن استطاعت مشيخة العقل في السويداء والشخصيات الكبيرة في السويداء الحد من اعتقال شبان السويداء ومنعهم من الالتحاق بجيش النظام، وهذه هي الميزة التي يعني تختلف عنها السويداء عن درعا. في درعا ليس يعني، ولكن أيضا في درعا هنالك وجهاء ولهم وزن خاص بهم. نعم. وكانوا أيضا متواجدين خلال هذه التسويات. صحيح، لكن أولا ليس هناك يعني كما في السويداء مرجعية دينية، مرجعية سياسية، ليس لهم بالمعنى العام ليس لهم ظهر. نحن نتكلم الآن عن الضامن الروسي، الضامن الروسي حقيقة متماهي مع النظام، لكن إذا أردنا أن نعرف مصير هؤلاء الشبان المغيبين والمعتقلين والذين قتلوا والذين تم تصفيتهم يوما بعد يوم، يجب أن يكون هناك ضامن آخر يسأل عن هؤلاء المغيبين. الحقيقة ليس هناك ضامن آخر، ومن يعتقله النظام ربما يتماهى الروس، والروس هم شركاء النظام في القتل، لكن يعني ليس هناك طرف آخر مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو دولة عظمى تسأل لماذا لم يتم. ولكن ألا تعتقد أن العنصر المحلي أيضا بإمكانه أن يضغط على هذا النظام لإخراج المعتقلين كما جرى في السويداء؟ تمت هناك عدة محاولات من اللجنة المركزية ومن مشايخ مدينة درعا ومن شيوخ العشائر في درعا، لكن ذهبت أدراج الرياح. أذكر هنا بجميل حسن عندما زار الكرك الشرقي، قال لهم يعني أبنائكم المعتقلين قبل عام 2016 أو 2015 لا تسألوا عنهم، يعني هذا في حكم الميتين، أو يعني لا تسألوا عن هؤلاء المعتقلين، ربما سوف تسألون عن من يعتقل فيما بعد. يعني الحقيقة يعني شيء مخزي وشيء مضحك يعني للروس بأنهم ضامنين وما إلى ذلك. يعني الحقيقة أن أهالي درعا كما وصفت في بداية الحديث سجن كبير، حتى الذين يأخذهم النظام إلى الجبهات وكذا الآن يهربون من جيش النظام، سواء بالانشقاق إلى شمال حلب، سواء يعني الاعتصام بمدنهم، وأنا أعلم أن هناك عدد كبير من العساكر مصالحات الذين زج بهم نظام في مقدمة عملياته وفي شمال سوريا في الجزيرة، الآن موجودون بين أهاليهم ويعني يهربون من الموت من مكان إلى آخر. النظام كما قلت لك في بداية حديثي ليس مستعجل على تصفيتهم، هو يخشى قليلا الرقابة الروسية، لكن يتصرف بتصرف مخابراتي، لديه أجهزة أمنية تتصرف بشكل عقلاني عمليا بالاغتيال بشكل بطيء، كل يوم هناك عمليتين أو ثلاث عمليات، يعني إذا أحصينا بنهاية كل شهر نرى أن هناك 30 أو 40 عملية اغتيال لكافة العناصر الذين حملوا السلاح، وبالتالي يعني ليس لهم يعني أهالي حوران حقيقة ليس لهم بواكي، ليس لهم أحد يدافع عنهم كقوة دولية كما يعني تقف روسيا مع نظام، هذه الحقيقة. أما يعني أخوتنا في السويداء يعني كما قلت لك لديهم مرجعية، لديهم هناك دول تتكلم عنهم، يعني لديهم حيثية، حتى الآن ما زالت هناك
يعني مشايخ الكرامة لديهم سلاح بين أيديهم، لديهم فصائل تدافع عنهم، يمنعون أبنائهم من الالتحاق في جيش النظام ويبقون يعني في محافظة السويداء بشكل أو بآخر. حتى الروس يعني موقفهم ضعيف في محافظة السويداء نتيجة يعني مشيخة العقل والضغط. يعني ورأينا منذ فترة عندما تهجم أحد ضباط المخابرات على شيخ العقل في السويداء، قامت قائمة السويداء، وبالتالي النظام يخشى من أن تنتفض السويداء كما انتفضت باقي مدن سوريا عام 2011، وبالتالي يعني يخطر يعني قضية أنه حامل أقليات وما إلى ذلك، وبالتالي تنفلت الأمور من يديه. نعم. يعني أصلا حالة الفلتان الأمني في السويداء التي تعيشها وأيضا باقي المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا تظهر بوضوح عدم سيطرة ميليشيا أسد على الأراضي السورية، ولكن فقط الأفرع الأمنية هي التي تتحكم بما يجري. نعم. أستاذ ياسر، كما نعلم جميعا أنه شرارة الثورة انطلقت من درعا، ولا يخفى على أحد شجاعة أهالي درعا و يعني ما قدموه خلال سنوات الثورة السورية وإلى هذه اللحظة. هنالك من يرى أنه العنصر البشري المخبر في درعا الذي كان ينتمي إلى صفوف الجيش الحر وبعد اتفاقات التسوية خوفا على حياته ربما أو لأسباب أخرى، هو من يقوم يعني بالإشارة إلى الشخصيات التي يرغب نظام أسد باعتقالها أو بتصفيتها، إلى أي درجة تتفق مع هذا الموضوع؟ في الحقيقة يعني إحنا إذا بنرجع لعام 2018 وبنرجع من راجع ورقة التسوية التي كان أغلب الثوار أو المعارضين أو حتى الأهالي العاديين يوقعونها بالفترة السابقة، هناك كان في سؤال يعني، وكان أنا يعني كان عندي يعني تخوف من هذا السؤال أنا شخصيا والكل يعني تقريبا، أنه شو كنت تشتغل بصفة ثورية أثناء قبل عام 2018. هلأ النظام مثل ما بتعرف حضرتك والسوريين جميعا في أولويات، يعني مثلا بالنسبة له حاليا مثلا الدفاع المدني من أشد الأعداء له، ولروسيا حتى اللي وثق عشرات وآلاف الغارات ومئات الشهداء وآلاف الشهداء إن كان بالفيديو أو ببقايا المتفجرات، فهو أكيد طبيعي على رأس القائمة بالنسبة لروسيا والنظام وحتى إيران هو الدفاع المدني. أيضا هناك الصحفيين والإعلاميين الناشطين الذين وثقوا أيضا، هؤلاء كمان يعني يعتبروا مرتبة ثانية بعد أو في نفس المرتبة. بمن يستعين يعني بمن يستعين نظام أسد للوصول إليهم؟ أنا أريد أن أصل إلى النقطة، أن هذه النقطة يعني كانت تحدد الأولويات. الآن الأشخاص الموجودين الذين لم يهاجروا وبعدها أسمائهم موجودة، يعني أغلب الأشخاص بحاجة إلى أوراق أو كذا أو الخروج من مدنهم وبلداتهم، فهذه الأرقام أو هذه الأسماء يعني توزع تتابعيا على الحواجز. نرى هناك اعتقالات لأشخاص فقط من الدفاع المدني سابقا، لأشخاص إعلاميين وحتى المنشقين سابقا وحتى الذين سووا أوضاعهم يعني. فأكيد أيضا يوجد هناك بالإضافة إلى هذا الجانب والأوراق التي وقعوها قبل في عام 2018، يوجد أيضا عدد يعني من المخبرين في كل محافظة في كل مدينة أو قرية يقومون بالوشي عن الثوار، يقومون بإرسال الأسماء، وهذا الشيء يعني للأسف يعني موجود منذ وقت حافظ الأسد وبشار الأسد ابنه. يعني هناك دائما إذا بنلاحظ في أغلب المدن والبلدات السورية يعني كما نقول بالعامية أوسخ الأشخاص هم الذين يعملون ويقومون بهذا الشيء وكتابة التقارير المعروفة. هذا الشيء لكن نرعى بعد 2018 خف هالشيء بشكل كبير لعدة أسباب. أول شيء الأهالي من عام 2011 لعام 2018 صارت تعرف بشكل كبير مين هم الأشخاص الثوريين الفعليين واللي داخلهم فعلياً ثورياً والأشخاص اللي ميولهم اتجاه النظام، لذلك لا يوجد أي ثقة مع الأشخاص الذين يوالون النظام بالأساس. وحتى يعني بنشوفنا يعني كأنا ابن المحافظة شفت أنه أشخاص موالين للنظام عندما هربوا
بعد تحرير المناطق من النظام هربوا إلى مناطق النظام، عندما عادوا يعني، لكن ضمن يعني كان تجولهم ضمن نطاق ضيق جدا، الأهالي بالمجمل لا يتفقون معهم، لا يتكلمون معهم. وضحت النقطة أستاذ ياسر. أيضا سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي عن رأيهم بهذا الموضوع، وكيف يروا اعتقال نظام أسد لمن وقع على أوراق التسوية معه بموجب الاتفاقات التي رعتها روسيا. بنسبة 15% بيشوفوا أنه من تم اعتقاله هو مطلوب بجرائم أمنية، بينما بنسبة 85% ترى بأنه نظام أسد هو مسكون بروح انتقامية ولا يحترم تعهداته. سيادة العقيد، تعليقك على الاستطلاع ونتيجته. الاستطلاع منطقي جدا، يعني النظام منذ أن انقلب حافظ أسد في عام 1966 على شركائه في ما يسمى حزب البعث العربي الاشتراكي، حتى الآن ينقلب على كل موافقه وعلى كل وكل من وقف ضده، وبالتالي يعني ارى ان نسبه الاستطلاع يعني ربما تكون قليلا لكنها واقعيه حتى الان. نعم، شكرا جزيلا لك العقيد اسماعيل ايوب المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان. من عمان ايضا اشكر ايمن ابو محمود الناطق باسم تجمع احرار حوران، ومن اسطنبول الشكر لياسر الرحيل وهو صحفي. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.